النقيب العام يتفقد نادي المحامين بالمحلة الكبرى لحل كافة المشكلات المتعلقة به وتطويره على الوجه الأمثل، ويشكل لجنة لتوفير مقر إداري. نقيب المحامين يتفقد المقر الإداري الجديد لنقابة المحامين بغرب طنطا للبدء في تجهيزه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، ويوجه ممثلي الإدارة الهندسية لتطوير النادي الاجتماعي. الأستاذ عبد الحليم علام يصدر توجيهاته بتشكيل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة والحضور معهم أثناء نظر القضية. النقيب العام يوجه لجنة من الإدارة الهندسية بالنقابة العامة بسرعة تجديد ورفع كفاءة غرف السادة المحامين بكومومبو بأسوان. نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بأكتوبر، ويطالب الشركة المنفذة بتكثيف جهودها لخروج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، ويقف على آخر مستجدات مخازن ملفات الأعضاء تمهيداً للأرشفة الإلكترونية. لجنة المعاشات بنقابة المحامين تنجح في التيسير على أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في إجراءات صرف المعاشات وحل جميع المشكلات التي تعترض عمليات الصرف. تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين نقابة المحامين وجامعة حلوان، المعهد القومي للملكية الفكرية يعلن عن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير بخصم 25% للسادة المحامين. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد 4 محاضرات في قانون المرافعات وإجراءات رفع الدعوى، حاضر فيهما المستشار الدكتور أحمد رضا رئيس محكمة الاستئناف. نقابة المحامين تعلن عن أماكن المصايف والمواعيد المتاحة للحجز في مصيف المحامين لعام 2023.